طيب اتفضل قول. الجن ممكن ينفعنا او يضرنا؟ لا، الجن لو ساعدنا يبقى عمل حاجة حرام. اتفضل. هو ليه حرام ان هو يعني ليه ما ينفعش نزعق بالليل في الاراضي الزراعية؟ لا، هو بيقولوا لك كده علشان ما تزعقش، لكن هو دي ملهاش دعوة بالحكاية دي. يلا قولي كده. هو ايه الصورة اللي احنا لازم نقرأها لما احنا اللي هي تبعد علينا الحسد؟ علشان الحسد قل اعوذ برب الفلق. طيب اتفضل. امال الناس بيأذوا بعضهم بالحسد والسحر؟ طمعين، عندهم طمع. ايوه. ايه الفرق ما بين الجن والشيطان؟ الشيطان بعض من الجن، يعني الناس اللي في الجن اللي بيعصي ربنا، فيبقى ده الشيطان. نعم. هو ازاي الجن يقدر يعني ما نصليش؟ هو الجن ملوش دعوة بيك، هو الجن بيقول لك تيجي ما تصليش، انت اللي ما بتصليش مش الجن. فما تتحججش بالجن، الجن ملوش دعوة. الجن بيقول لك زي اي واحد صاحبك بيقول لك تيجي ما نصليش هنا. ايوه اتفضلي. هو الانسان عادي يحسد نفسه؟ هو قالوا بالتجربه انه عند عدم حمد الله وشكره يقول ما يحسد المال الا اصحابه. يعني الانسان ممكن يحسد نفسه اذا استكثر النعمه على نفسه ولم يشكر الله ويحمده، فلازم تملي كل ما تجينا نعمه نقول الحمد لله. اتفضلي. هو ايه المس الشيطاني؟ المس الشيطاني ان الشيطان يحاول ان يلقي اليك بالوسواس. ادي المس الشيطاني. مس الشيطاني معناه انه يجي رامي عندك حاجه قوم انت تتلخبطي. اللخبطه بتاعتك دي كل الحلقه اللي احنا بنقول فيها بنقول لك اوعي تتلخبطي، اوعي تتلخبطي، لانك انت قويه وهو ضعيف. مش مجرد ان هو عرض عليكي الحاجه الغلط انك انت تسلمي نفسك ليه وتتبعيه،